ازيكم يا اصدقائي، عاملين ايه النهارده؟ احنا هنتعشى دلوقتي وهنعمل لكم اكله جميله جدا جدا جدا، وان شاء الله هتعجبكم وهتكون لذيذه، وماما هتكون بتساعدني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. ورجعنا لكم النهارده في ان سمير ويوسف وبابا عايزين عشوه جميله وفي نفس الوقت خفيفه. قعدنا نفكر قلنا ايه هي لحد لما وصلنا ان احنا نعمل فول بالسوسيس، ودي اكله جديده وجميله وخفيفه طبعا هو بيحبوها. بصوا بقى انا هنا السوسيس، طبعا هو السوسيس حسيته قطعته اللي انا فيها ايه. طبعا مكوناتنا هتكون جميله. اولا لازم نحط ملعقه صغيره من الثوم المفرم، المفرم والمحمر هكذا. انت هتتكلمني باللغه العربيه الفصحى بتاعتك الغريبه دي. اجل طبعا اهي الملعقه اهي، ولا ليه دي ملعقه وتوم الا ربع، ادي ملعقه وتوم الا ربع. وثوم كمان حط لها كمان حبه زيت. اه زيت صحي يا مصر، ده جميل جدا على فكره وخفيف وابيض. اه عجبني بصراحه. منتجات تحيا مصر كلها، تحيا مصر تحيا مصر. وهنحط الدقه الحمراء. لا بصراحه الطحينه، العسل الاسود، الزيت، منتجاتهم جميله جدا عن تجربه. ودي دقه الثوم، ودي دقه الثوم. تمام دقه الثوم. لا دي الثوم المفروم، ودي دقه الثوم اللي بالفلفل الحمراء، ام فلفل المهلبه الملهلبه. طبعا لازم نحط ده على النار مع ايه بقى؟ ممكن نحط لنا معلقه سمنه. سمنه الله، عشان بتدي الفول برده طعم وريحه حلوه. طعم حلوين دول. هو عامه مش كتير يعني، حاجه كده تم ملعقه. وخلي طبعا هنحطهم على النار، وبعدين هننزل عليهم بقى السوسيس الجميل اللذيذ بتاعنا. ومعانا ايه تاني يا سمير؟ طبعا معانا هنا طماطم، طماطمايه، وقرن فلفل رومي. انا حطيتلك بتاع قرنين ثلاثه. طبعا دول هيكونوا في الخطوه الثانيه، فيلا بينا بقى نروح على النار. تابعونا. قلنا لكم يا اصدقائي لما حطينا الحاجات الجميله بتاعتنا على النار، انزل يا بنت السمنه لازق حطينا عشان تسيح. طبعا حطينا التوم والفلفل، المكونات اللذيذه بتاعتنا. ويلي 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 ويلي. طبعا يتفرقعان ويتلبلبان ويتحمصان ويتفرقعان زي ما انتم شايفين كده. يلا بينا بقى ننزل عليهم بقى السوسة. عاوز ادي يا ماما السوسيس، لو قلنا السوسيس من فضلك لما يتحمر شويه يا حبيبي. ما فيش لازم لما يتحمر. طبعا ماما بتضرب لي الطماطم والفلفل الرومي مع التوابل والحاجات الجميله اللي انت تشوفوها دلوقتي. طبعا هي بدات تحمر اهي. السلام بقى على ريحتها يا جماعه، دي لسه ما حطيناش عليها بقيه الحاجات، وطبعا ريحتها جامده جدا. دوريني يا ماما السوسيس من فضلك كده. خلاص ها انت السوسيس على ده. ادينا خدنا السوسيس، نبدا بقى ننزل بالسوسيس. قلب تحمران وتفرقعان واعمله
ناخد بقى الدقه اللذيذه دي نيح. يا بنت تنزلي نروح البيت كده وننزل بيها عليهم ونقلب 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 حتى يتفرقعان ويتلبلبان ويتحمران هكذا. هيا تفرقعان يا ولاد، شايفين قاعدين بيتفرقعان ويتلبلبان زي ما انتم شايفين كده. فير ايه لبلب فير بيه. الريحه تجنن تجنن مش قادر. هيا وصلت لايه يا سمير؟ حطيتهم اهو على النار قربوا يتفرقعوا. ثانيه بعد اذنك بقى اديني هعمل كده نشوحه كويس. لسه لسه فعلا عشان يتشوح على النار. معلش انا طبيت البوتاجاز. هاتي معلي دي احلى. لا دي عاليه قوي يعني مش انا عايزه حاجه تبقى ايه النار اللي مظبوطه في اي حاجه بتبقى كويسه تطول حاجه كويس وفي نفس الوقت ما ايه ما تحرقهاش. انا بحب اسوي حاجه على النار مش باستعجال. طبعا دي عشوة لذيذة جدا وجميلة جدا وجامدة جدا يعني مش عارف. لا ده انا بصراحة بقى المشروب اللي انا هجهزه عشان اعمله مغات حاجة كده مخصوص جياني بالمكسرات. طبعا هيتحمر في ايه فضيها في علبة زبدة فلاحي جميلة جدا لسه هفضيها برضه في علبة. سيح الزبدة وحمر فيها المغات واحط له المية والسكر بتاعه بيبقى طعمه جميل جدا. جهزت الفول اللي هينزل عليهم ده خفف من المية حطه حتى في الطبق ده. مش لازم الكيسين على فكرة كيس واحد كفاية. نحط الكيس ولو لينا محتاجين تاني نحط التاني. ماشي. بص يا جماعة السوسيس هنا بدأ ياخد اللون الغامق اللي هو يتحمر. ريحته طالعة وجميلة جدا. عشان دقة التوم اللي حطيناها. كده بدا يتحمر اهو. انا جربت الطماطم في الخلاط ومعاها تقريبا واحدتين ثلاثه فلفل رومي ومعاها كمون وكزبره وفلفل اسود. الصراحه ايه كده يا جماعه خلاص بدا يحمر اهوت. نبدا بقى ننزل عليهم بالفول المفلفل. بس قبل الفول لازم نحط المكونات اللذيذه بتاعتنا ودي نقطه مهمه ما ينفعش ننساها. طماطم بالفلفل الرومي حطينا عليها التوابل فلفل اسود وكمون وكزبره. ده عندك في الحوض هسيبه بقى ياخد غلوة بتاعته كويس وبعد كده ايه هننزل عليه اخر حاجة في الفوق. هسيبه بقى ياخد قبل ما ينزل من على النار بحاجات بسيطة نحط له حبة ايه ملح.
بدأت تقل المنهيرة بس طبعا لسه شوية. تنزل الملح اخر حاجة، والملح تحطه بسيط مش كتير. ماشي، يعني تحط بسيط ليس كثير عشان الفول نظبطه لنا ملح، يعني حط حاجة بسيطة جدا خالص في الملح، يعني حاجة كده على سن المعلقة بتاعت الشاي ديت ملح خفيف. سمير هو ده ايه ده ايه كان خلف وبيبه ده ايه ده خلف كان كده بص كده طبعا ده بودرة بصل بودرة وتوم بودرة لما خلته في بعد كده جبته كنت انت ولا ايه كنت انا ويوسف هنزل لأمي دلوقتي بكيس فول وبعدين هنزل بالكيس التاني. لا غليت خلاص؟ اه تمام اوكي. تمام كده ولا احط التاني؟ لا احط وادي الكيس التاني طبعا بعد ما تقلل هنزل عليهم بالكيس التاني يلا بينا بقى ننزل بالكيس التاني
من عندنا عاملها انا على ايدي جميله جدا. في ملح ها بسيط. دي دقه عربي كده بعملها تبقى فيها جميع انواع الطيب. لا بس تسلمي دي تبقى فيها كمون كزبره فلفل اسود شطه حمراء ملح توم بودره بصل بودره بقى ندوق الأرز بس الملح عشان انا بحبش اعلي ايدي في الملح. وريني كده بقول لك عايز بسيط جدا من غير ما ادوق. ايوه فعلا خدت بالك فعلا. تمام كده مش هنحتاج ملح تاني. عادي ما هي هتفك دي قطعة فول هي اصلا كانت كبيرة بس بصراحة شكله يفتح النفس يا دي يا سمير. ملح اعمل بقى ملحه مظبوط جدا. الله بص يا سيدي على فكرة مديله طعم جامد جدا. كده يا جماعة نسيبه بس يستوي كده 10 دقايق ونقفل عليه وهيبقى طبق بالهنا والشفا جميل جدا ومفيد وفيه تقريبا لامن كل البروتينات والخضار المفيد لينا ولاطفالنا وفي نفس الوقت طبق شهي ويشبع في الشتا ديت وفي نفس الوقت موفر وطعمه تحفه تحفه نفسي اجربه بجد وسريع في نفس الوقت عشان لو حد جعان او مستعجل على انه ياكل مش هيكمل 10 دقايق او ربع ساعه في نفسها وهيلاقي نفسه بياكل وجبه جميله ومفيده. ونشوفكم في فيديو جديد وما تنسوش تعملوا اشتراك ولا لا وتدعموني في اللايك عشان اوصل لكم كل جديد انا وسمير.